هل الفضل الوارد في حديث مسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين إلى آخر الحديث، هذا خاص بمن قرأ الآيات في المسجد. هذا الحديث العظيم يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الغدو أو الرواح إلى المسجد لتعلم آيتين أو لتعليم آيتين خير من ناقتين كمواوتين وإلى آخر الحديث، والمقصود بأن هذا ليس قاصرا على المسجد، لكن لما كان التعليم غالبا في المسجد والناس يذهبون إلى المساجد لتعلم القرآن وتعلم العلم الشرعي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يجري على القاعدة التي دائما ما نذكرها أن النصوص أحيانا تأتي بذكر ما هو غالب، وإلا لو ذهب إلى مدرسة يعلم فيها مثلا آيتين، ذهب إلى معهد مركز تحفيظ قرآن مثلا، إلى مكان مثلا من الأماكن التي يدرس فيها القرآن ويدرس فيها التفسير والعلم، فالأجر نفسه.